مرحبا، بعدنا بمدينة نيويورك، هالمدينة يلي ما بتنام ابدا. حبينا نشارككم باهم احداث الموضة العالمية من خلال جولتنا على العروض والمقابلات يلي عملناها مع مؤثرات الموضة. افتتحت العارضة كايا جيربر عرض موشان لربيع 2020 خلال أسبوع الموضة بنيويورك، واللي تميز بتصاميم وأكسسوارات تم ابتكارها خصيصاً لفتاة المدينة أو سيتي جيرل. أما المصمم تومي هيلفيجر فتعاون للموسم الثاني على التوالي مع نجمة هوليوود زندايا لابتكار مجموعة متألقة استلهمت من أسلوب السبعينات الراقي. وكما عودنا دايماً على التميز، اجت مجموعة هالديو خاصة بموسم خريف 2019 على خلاف المصممين الآخرين اللي عرضوا لربيع 2020، لأنه بنظره الحاضر هو الأهم. وأحبت نيكولا جلاس مصممة علامة كيت سبيد تميز من خلال اختيار حديقة إليزابيث ستريت جاردن الساحرة مقر لعرض مجموعتها لربيع 2020 بنيويورك. وضمن أجواء ملكية رائعة بمتحف بروكلين، استوحت توري بيرتش مجموعتها للموسم القادم من حقبة الثمانينات متخذة من ليدي ديانا ملهمة إلها. أما بالنسبة لعلامة أليس أند أوليفيا فنجحت العلامة بإعادتنا لأيام الطفولة وشغفنا بالحلوى والألوان من خلال مجموعة مميزة لربيع 2020 تسمت بالألوان المنعشة والجميلة. وأسبوع الموضة ما بيكتمل من دون حضور مؤثرات الموضة العالميات والعربيات. كان لكاميرا سيدتي واقفة مع أبرز مؤثرات الموضة، منشوف سوا رأيهم بموضة ربيع 2020 من نيويورك حصريا. هاي سيدتي، this is Diala Mackie from New York Fashion Week، تحديدا توري بيرت شو. I love the show. It was amazing. So beautiful. I'm so happy to be here again and I love the collection. It embraces a very powerful woman and it's for every woman. There's all different styles. There's the power suit, which personally for me is one of my favorite looks. Yeah, very flowy and very floral and comfortable pieces. And I love how it's really for everyone, every woman.